وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المحلل السياسي السوري محمد ياسين النجار. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. بداية، عشرات القتلى والجرحى بغارات للنظام بريفي حماة وإدلب، ألا يعد ذلك خرقا لاتفاق خفض التصعيد التي ترعاه روسيا؟ الواضح تماما أن اتفاق خفض التصعيد هو اتفاق يستهدف فقط الجيش الحر، بينما القوات الروسية وأيضا القوات النظام تسرح وتمرح وتقصف كافة الأراضي السورية بدون أي رقيب. وهذه هي كانت الملاحظات الأساسية على اتفاق أستانا، أنه لا يوجد أي طرف يستطيع من خلاله تتبع عمليات المخالفات التي تنجم عن عمليات الاتفاق الذي اتفق عليه من خلال خفض التصعيد، بينما نلاحظ تماما أن هذا الاتفاق هو اتفاق شكلي حافظ على تخفيض جزئي للعمليات العسكرية، بينما النظام والقوات الروسية ما زالت تقصف. والجميع يلاحظ ما يحصل في الغوطة الشرقية وأيضا في محافظة إدلب. طيب، إن كان الرئيس الروسي قد أعلن أن جنوده قد هزموا الإرهاب في سوريا، في حين أن طائراتهم ما زالت تقصف المدن السورية، من مصنف إرهابي عند الروس إذن؟ التصنيف الإرهابي عند المحتل الروسي هو كامل من يرفض نظام الأسد، ولاحظنا ماذا قالوا عندما قالوا حول اتفاق سوتشي، أن هذا أو المؤتمر سوتشي، أن هذا المؤتمر ينحصر بمن يوافق على بقاء بشار الأسد الذي ارتكب جرائم حرب موصوفة وجرائم إبادة باتجاه الشعب السوري. لذلك الواضح تماما أن الروس مستمرون في عمليات القصف وانتهاكات حقوق الإنسان وأيضا جرائم الإبادة في ظل انعدام الدور الأمريكي والأمم المتحدة حول المواقف حقيقية اتجاه الروس. مع التحركات المتسارعة لتهجير المعارضة من بيجن في الغوطة، إلى أي مدى ترون أن مشروع سوريا المفيدة قيد التنفيذ؟ النظام مستمر في قضم المناطق التي يسيطر عليها الثوار في ظل الانعدام، كما قلنا ذكرنا سابقا الدور الأممي، لكن أنا أظن أن هناك سوف يكون تحول في العمل العسكري خلال المرحلة القادمة، يكون معتمد على مبدأ حرب العصابات واستهداف النظام في بعض المراكز. ولاحظنا بداية هذه العمليات تتم سواء في حلب وأيضا في دمشق، لذلك أنا أظن أن النظام عدم قبوله بالحل السياسي الذي اشترطته الأمم المتحدة سوف ينعكس سلبا لاحقا خلال الفترة القادمة. طيب، بعد حديثكم وتأكيداتكم لسوتشي بأنه لمن يوافق على بشار الأسد والحديث عن علاقة الأخير بالتحالف، برأيكم ما هي التوقعات بالنسبة لمؤتمر سوتشي بعد عزم الأمم المتحدة إعلانها حضورها؟ حتى الآن لا يوجد أي تصريح أممي أو من السيد جمستورا يؤكد عملية رعاية أممية لمؤتمر سوتشي. انعقاد مؤتمر في مدينة روسية التي تعتبر هي الآن في ظل محتل، ولاحظنا تماماً الاتفاقيات التي تبرم حول احتلال مناطق داخل سوريا سواء مع قاعدة حميميم أو قاعدة طرطوس، والتي تعطي الروس فترة 50 عام لبقاء قواتها داخل سوريا. أنا أظن يؤكد أن الروس مستمرون في عملية الاستفادة من الواقع الموجود في سوريا، ولاحظنا تماما أن رأس النظام هذا أصبح مجرد خيال مآتة، لاحظناه عندما نزل البوتين إلى حميميم وكيف كان يعامل بشار أسد كموظف صغير لديه. المحلل السياسي السوري محمد ياسين النجار، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.